مرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من تنس سبورت. احنا النهارده موجودين في واحده من اجمل المدن حول العالم واللي دايما الناس بتقول عليها مدينه السحر والجمال، بس احنا مش موجودين هنا علشان نوريكم جمال الطبيعه او جمال البلد، احنا موجودين عشان نغطي حدث رياضي. يمكن هو حدث جديد قديم، حدث اقيم قبل كده في مصر ودي تاني مره يقام فيها في مصر، لكن تاني اول مره يقام فيها في دهب، وهي بطوله كايت مينيا للكايت سيرفينج. ايه هو الكايت سيرفينج ده؟ اللي هنتعرف عليه في التقرير الجاي واللي هنعرفه في حلقه النهارده. كلنا عارفين مفيش اي حدث رياضي بيقام سواء في مصر او في اي مكان تاني في العالم الا لازم يكون ليه اصحاب او فكر حد راعي للفكره دي او حد اقام الحدث ده، سواء بيكون حكومات او افراد. احنا النهارده بنتكلم انه فلاي ايفنتس هم الشركه الراعيه وهم اصحاب فكره البطوله دي. خلينا نرحب بالعضو المنتدب لشركه فلاي ايفنتس احمد تيمور. احمد برحب بيك. اهلا بيك. احمد تكلمنا عن قصه البطوله بقى من بدايتها. طيب احنا مصر اتعمل فيها بطولات كتير جدا قبل كده، واحنا قررنا ان احنا عايزين نخلق اسلوب جديد او كاتيجوري جديد للبطولات هنا في مصر، فطلعنا بفكره كايت مانيا. اللي مختلف عن كايت مانيا ان هي بتدي الفرصه لكل لاعبين الكايت سيرفنج في مصر ان هم يشاركوا فيها، مش مهم مستوى بتاعهم اللي هم بيلعبوا بيه، يعني في مستوى للمتوسطين مبتدئين او متوسطين، او في مستوى للناس الخبراء اللي هم بيلعبوا كويس جدا او هم سبونسرد رايدرز يكون عندهم رعاه من شركات الكايت سيرفنج اللي موجوده في مصر. فقسمنا الناس لشرايح، وبعد ما قسمنا الناس لشرايح ادينا لهم الفرصه ان هم يخشوا بطوله زي دي، ايفنت زي ده يعني. والفكره ان هو اكبر حدث لم ناس وكايت سيرفينج على مستوى مصر بمشاركة أكتر من 50 لاعب في الجونة قبل كده وموجود هنا في دهب. والأسلوب أو الحاجة اللي هو كومبيتيشن نفسها ليها أسلوب مختلف ما تعملش قبل كده، وهو ده اللي احنا قدمناه جديد لرياضة الكايت سيرفينج في مصر لحد دلوقتي. هايل. ايه بقى الفكرة نفسها؟ ليه جات لكم كايت سيرفينج؟ طيب ما في رياضات تانية كتيرة موجودة ممكن ان احنا ننفست فيها مثلا؟ هو احنا كده ولا كده عندنا كذا مشروع تاني على البحر، وداخلين في موضوع الكايت سيرفينج ده من سنين، من اكتر من 10 سنين تقريبا، ورياضة الكايت سيرفينج هي اسرع رياضة بتنمو في الرياضات المائية او الرياضات البحرية على مستوى العالم، وهي لسه تعتبر رياضه بتنشأ بالظبط. بيبي في مصر بالظبط، مظبوط، مع انها موجوده بقى لها 10 سنين طبعا. بس سنه عن سنه في ناس كتير قوي بتجت اتراكتد للسبوت وعايزه انها تشارك في حاجه زي كده، لان هي بتديك احساس مختلف خالص عن اي حاجه تانية. هي طبعا انت بتستعمل الهواء، واحنا مصر من اكتر الحتت اللي فيها هواء على مستوى العالم، والكايت بتاخدك في اي حته غير اي حاجه تانية مائيه، يعني انت تقدر تروح بيها في اي حته وتبقى لوحدك في البحر وتتامل، وهي مش رياضه فقط، هي في كذا منتل وفيزيكال بالظبط، منتل وفيزيكال، وبتديك احساس مفيش اي رياضه تانية في الماء بتديه لك في الماء. ده حقيقي. ليه اخترتوا دهب؟ دهب من احسن الاماكن اللي فيها هواء على مستوى السنه في مصر. هي يعني مصر اصلا تعتبر من اكتر الحتت اللي فيها هواء على مستوى العالم، وكايت مينيا برضو جزء من اللي احنا عملناه، ان احنا عايزين نسلط الضوء على ان مصر فيها اماكن حلوه وتبقى المكان المفضل للناس على مستوى العالم انها تيجي، المكان المفضل للناس على مستوى العالم انها تيجي وتجرب الشواطئ المصريه الحلوه. ودهب احد الاماكن دي، هي مدينه السحر والجمال زي ما الناس كلها بتقول عليها،
فاخترنا دهب على اساس ان احنا نعمل حاجه مختلفه. دي اول بطوله تتعمل في دهب، بطوله كبيره بالشكل ده. فاخترنا دهب طبعا ان احنا نبتدي فيها في حته بتاعت جنوب سيناء. ولا الشواطئ هنا وزي ما انت شايفه المنظر عامل ازاي، مفيش احلى من كده يعني. ده حقيقي. بفكر بقى استثماري بحت، الكايت سيرفينج ممكن يكون على اللونج تيرم او على المدى البعيد يكون مثلا بيعمل سياحه، نوع من انواع السياحه الرياضيه، ان احنا يكون عندنا بطولات بقى انترناشونال بتتعمل في مصر. مظبوط. هو اصلا اوريدي في كذا بطوله انترناشونال اتعملت في مصر قبل كده، ومصر معروفه على مستوى العالم بالقصه دي، بس احنا شايفين ان ممكن الموضوع ده ياخد حق اكتر من كده بكتير. زي ان احنا نخلي كايت مانيا، نكبر كايت مانيا في يوم من الايام، نعمل لها حاجه تاتراكت كل انترناشونال رايدرز، كل اللاعبين الدوليين اللي هم بيشاركوا في بطولات دوليه على مستوى العالم، اللي هم يشاركوا في بطوله مصريه، مش بطوله تكون دوليه جايه تتعمل هنا في مصر. احنا اتعمل قبل كده بطولات دوليه هنا في مصر، ولكن مفيش لاعب دولي جه شارك في بطوله دوليه هنا في مصر قبل كده سافر لها مخصوص. طبعا في ناس اجانب شاركوا في كايت مانيا قبل كده، لكن بيبقوا موجودين بالظبط كده، بس ما سافر لهاش مخصوص. فاحنا ان شاء الله ناويين ان احنا نكبر كايت مانيا لدرجه ان هي اتراكت، او ان هي تخلي الناس يبقى عايزه تيجي تشارك في البطوله دي او في الايفنت ده. بس كده. احنا عاملين بطوله في وقت كورونا، ويمكن ده بيصعب الموضوع شويه. مظبوط. كلمني بقى عن ده بشكل اكتر. هو يعني احنا الحمد لله مصر يعني احنا حل احسن من حل ناس كتير، وجوانا طبعا مساعد على موضوع زي ده. في شويه تحديات، بس بالرغم من التحديات دي نسبه المشاركه عاليه جدا ونسبه الاقبال عاليه جدا، والناس صراحه مستنيه حاجه، واحنا بنعمل رياضه ما فيهاش اختلاط. فبالنسبه وفي الهوا بالظبط كده، يعني في الهوا الطلق، هوا قوي. لا مش هوا قوي بس، وهوا في حته نقيه جدا يعني. البحر والحته دي من انقى الاماكن، واي مدينه على ساحل بيبقى فيها انقى هوا. فطبعا يمكن مهمتكم اسهل من الناس بتوع الهاند بول والفولي بول اللي بيلعبوا في صالات مغلقه. بالظبط كده، احنا ما بنلعبش في صالات مغلقه، احنا رياضه كل واحد بينزل بالكايت بتاعته لوحده، ما بيختلطش في حد تاني. عندك هوا، الدنيا كلير، فما بيبقاش فيه المشكله دي او الموضوع ده. بس طبعا لو كان موضوع الكورونا مش موجود كان ممكن طبعا ان الموضوع يبقى اكبر، يبقى اكبر من كده، من الحته الدوليه اكتر من الحته اللوكل او المحليه. يعني المحليه الحمد لله زي ما انت شايفه البحر كله مليان بناس بتتفرج، وعندنا الحمد لله اكتر من 55 لعيب مشاركين، بنات، الخبراء اللي هم المستوى المتوسط. لا الحمد لله. يعني بتمنى السنه الجايه نيجي ونلاقي بقى البطوله انترناشونال، ويبقى فيه كمان ناس جايين من بره مخصوص لكايت مانيا. شكرا. ميرسي زويك. شكرا. 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 لسه مكملين مع منظمين كايت مانيا. نروح للاستاذ حمدي سامي، واحد من منظمين البطوله. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كلمني عن كايت مانيا والدور اللي حضراتكم بتقدموه في دعم البطوله وتنظيمها. كايت مانيا تاني مره تتعمل هنا، كانت اول مره في البحر الاحمر، تاني مره هنا قررنا ان ننظمها في دهب. قبل كده ما كانش حصل اي نوع من اي بطولات هنا في الكايت في دهب. كانت بعد النجاح اول واحده كانت الفرصه هنا ان نوري مستوى الهواء اللي عندنا هنا. تقريبا 70-80% من الاوقات في السنه الهواء شغال، فمن الضروره ان يكون في تواجد للعبة الكايت هنا في دهب. مع الأصدقاء بتاع الكايت والمنظمين اتفقنا جميعا من كام شهر كده ان نقوم بالبطولة دي، وزي ما انتم شايفين كده الحمد لله. ايه التحديات اللي قابلتكم او الصعوبات اللي قابلتكم؟ التحديات الأساسية كان الهواء، ان الهواء يتنقى في الميعاد الصح. فكان شبه مخاطرة في الموضوع ده، بس ربنا معانا النهارده. ربنا واقف معاكم فعلا. طيب الخطة للمرة الجاية، هل بنفكر ان البطوله تبقى انترناشونال ويبقى عندنا؟ طبعا طبعا. المره دي احنا عاملينها وفي اثناء الاوضاع اللي احنا فيها ما فيش سفر وهكذا، فهي ملمومه على اللاعبين اللي هنا متواجدين في مصر ما بين البحر الاحمر وراس سدر ودهب وشرم الشيخ وهكذا. لكن الفتره الجايه ان شاء الله احنا بندور على
اساس ان نجيب السياحه الخارجيه ونخش في الدوره اللي هنقول العالميه، وان شاء الله ده بيكون ليها تواجد دائمي سنويا في رياضات الكايت. ان شاء الله. بشكر حضرتك، شرفتني. ثانك يو، ميرسي. شكرا. طيب نروح بقى للاتحاد. دايما اي رياضه الاتحاد بيكون ليه الدور الاكبر في انتشار الرياضه في اقامه البطولات. خلينا نرحب بضيفي، تشرف بحضرتك. انا احمد حبش من الاتحاد المصري للشراعه والانزلاق على الماء. انا عضو مجلس اداره في الاتحاد، والنهارده جاي الايفنت عشان انظم السباقات بالنيابه عن الاتحاد. الحمد لله قدرنا نعمل سباق كويس قوي النهارده، عملنا 4 سباقات ونتائجهم كويسه قوي ومرضيه، والحمد لله يعني يوم كويس قوي. هايل. احنا بنتكلم عن بطوله بتقام تقريبا لتاني مره. ايه دور الاتحاد في نشر الرياضه بشكل اكبر؟ والله احنا ما كناش متداخلين قوي مع الكايت سيرفنج قبل كده. بدانا من البطوله اللي فاتت بتاعه الجونه بشكل شخصي، كنا بنحاول نتداخل معاهم والحمد لله ساعدنا وطلبنا ان احنا نسابورت المره دي وبنسابورت. هي الحمد لله رياضه الكايت سيرفنج رياضه اوريدي منتشره، يعني من اشهر الرياضات في العالم، وفي مصر منتشره جدا بسبب الشواطئ الكتير اللي عندنا والسنترز اللي هي المراكز العامه الموجوده، والاهتمام من الدوله بصفه عامه بالانشطه او الرياضات السياحيه، ودي رياضه سياحيه ومنتشره جدا في مصر وعامله شغل كويس قوي على المستوى الدولي كمان. احنا ظاهرين بره جدا، بالذات منطقه زي دهب ظاهره جدا. يعني المنتخبات الدوليه، بتكلم من ناحيه الرياضه، المنتخبات اللي هي روسيا وبولندا وبيلاروسيا واوكرانيا بيجوا يتمرنوا في دهب كل سنه. يمكن يعني دي معلومات بقى الناس ما تعرفهاش خالص، يعني الناس ما يعرفوش ان في ناس تيجي تتمرن في دهب وما يعرفوش قد ايه طبيعه دهب مؤهله انه الرياضه دي تقام فيها. لا ده مش دهب بس، دهب والغردقه وسفاجه وراس سدر وشرم الشيخ واسكندريه والمنطقه بتاعت الساحل الشمالي. اه طبعا، بس بتبقى في الصيف اكتر من الشتاء، ومرسى مطروح ومرسى علم تحت. يعني لا، مصر مليانه باماكن كويسه جدا، والحمد لله ان ربنا يعني انعم علينا بالشواطئ دي كلها، واحنا بنحاول نستغل ده احسن استغلال. يعني انا بشكر حضرتك وبتمنى لكم التوفيق في الجاي. اشكرك، ميرسي قوي. شكرا. ثانك يو. مفيش رياضة في الدنيا ينفع ان هي تقام بدون جمهور او بدون مشجعين ليها. خليني اروح كده اشوف الناس ونشوف جمهور اللي جم يتفرجوا النهارده على بطولة الكايت سيرفينج، بطولة كايت مانيا للكايت سيرفينج. برحب بيك على شاشة قناة 10، وعايزك تكلمني عن البطولة. انت عرفت البطولة منين؟ وهل بتيجي تشجع كايت سيرفينج من زمان وعرفت الكايت سيرفينج؟ البطولة دي كل سنة بتتعمل هنا في دهب، لأن دهب تعتبر مدينة عالمية في رياضة الكايت سيرفينج والويند سيرفينج، لأن هي المدينة ويندي طول السنة. احنا بنيجي نتفرج عشان نشجع شبابنا. بصراحة في أبطال كتير هنا، وأنا بتمنى يكون ليهم دعم أكتر من كده، لأنهم بجد يستاهلوا يدخلوا يبقوا فريق جمهورية أو ينافسوا في العالم بره. كمان دهب بتتميز برياضات كتير جدا غير الويند سيرف والكايت سيرف زي الدايفنج، فيها حاجات كتير نقدر نعملها ونستفيد بيها. بما ان انت من اهل دهب، شايف انه الرياضات المائيه ممكن نعمل نوع جديد من انواع السياحه وهي السياحه الرياضيه في دهب؟ جدا جدا، ده حقيقي. دي بتكمل الباكج السياحي اللي موجود في دهب، لان دهب فيها سياحه شاطئيه، سياحه رياضيه، سياحه بيئيه كمان، فهتكمل الباكج السياحي بجد. شكرا. العفو، ميرسي. شكرا، ميرسي. نروح بقى للجزء الاكبر وابطال اللعبه دي، وهم اللاعبين اللي بيمارسوا الرياضه دي، واللي من غير مجهوداتهم في نشر الرياضه وفي ممارستها واصرارهم على ممارستها من البدايه قوي، من قبل انتشارها في مصر، يمكن بدون ده ما كناش هنبقى موجودين النهارده في بطوله الكايت سيرفنج في دهب. خلينا نرحب بعوده. عوده، برحب بيك على تأسيس. ايه الاخبار؟ عوده مدرب كايت سيرف وواحد المتسابقين في الكومبيتيشن. حلو، كلمنا بقى يا عوده عن نفسك وبدايتك في الكايت سيرفينج. بدايتي في الكايت سيرفينج، والله يعني عشان هي رياضه مكلفه شويه، فكان خالي حميد عنده كامب في بلو لاجون، فهو كان بيدرب كايت، فبضطر ان انا كل يوم امشي له يعني مسافه، يعني مثلا حوالي 25 كيلو، منها مره ماشي، مره في الجمال، مره في البوت. فكانت العمليه صعبه في الاول،
بس يعني الحمد لله بقيت شوية شوية أشتغل شوية، جبت كايت بقيت ألعب هنا كتير، ألعب وأشتغل أشتغل وألعب كده. بعدين شوية بقى عندي كايتات بدرب، الناس عرفتني هنا وبحب أدرب الرياضة دي. يعني أنت عارفة لما تكون بتدرب حاجة أنت بتحبها فبتكون متعة، يعني مش تدريب كغرض ان هي فلوس مثلا وكده، لا انت بتستمتع. بالظبط انت بتستمتع والستودنت بتاعك بيكون مبسوط اكتر. يعني رياضة بجد جميلة قوي يعني. او ده كلمنا بقى عن الناس، انت بتقول انت بتدرب كاي سيرفينج، الناس اللي بتجي لك عاده بتبقى جايه منين؟ وهل ده بيتطلب ان هم يقعدوا شهور في دهب عشان يتدربوا؟ لا بالعكس، يعني على حسب. يعني في حاجه اسمها ويك بورد، دي قريبه للبالانس بتاع الكايت، ان حد مثلا ممكن يطلع على البورد. وفي ناس بصراحه يعني في ناس بتاخد شويه وقت، وفي ناس على طول يعني مجرد 6 ساعات كورس كفايه ليهم، بيروحوا ويجوا وكده. يعني مش حاجه زي الرياضات التانيه بتتطلب ممارسه يوميه؟ يعني هي بتتطلب ممارسه يوميه، بس يعني على الاقل حاجه انت لما بتيجي تطلع البورد خلاص صعب انك انت تنسى شويه، بس ممكن لو بعد سنه سنتين ممكن تنسى سنه شويه، بس يعني هي ما بتتنسيش. هايل. نتكلم بقى عن البطوله كايت مانيا، من وجهه نظرك كلاعب وكواحد من اهل دهب وكمدرب وواحد قديم في الرياضه دي، اهميه وجود كايت مانيا ايه؟ كايت مانيا بصراحه يعني من اجمل الكايت كومبيتيشن بصراحه في مصر كلها، وخصوصا ان هي اول مره في دهب. تمام. فيعني اول مره اشوف الناس كده، اول مره اشوف يعني الناس بصراحة عاملة حاجة يعني والله يعني مش عارفين نشكرهم ازاي يعني. فعشان عملوا كومبيتيشن زي كده بالحلاوة دي، والكونديشن بتاع الهوا كان رهيب وكل حاجة يعني. يمكن الهوا كان أقوى النهاردة، أقل شوية. لا النهاردة أقل، امبارح كان أقوى بكتير. وده طبعا بيفرق معاك. بيفرق. يعني انت لو بروفيشنال بتحب الأوفر باور عشان ايه تبقى جامب هاي، تعمل تريكاتك وانت فوق يعني، فبتكون ألذ. حلو. في الناس بتتلخبط شويه بين الرياضات المائيه، فممكن تعرف الناس يعني ايه كايت سيرفينج؟ والله هي كايت سيرفينج عباره يعني هو ذا كايت، هو في كايت وفي ويند سيرف، بس يعني الاثنين مختلفين تماما عن بعض. يعني كايت سيرف زي ما انت حضرتك شايفه كده، يعني انت يعني بتتعلم في الاول انك انت ازاي تحكمها، يعني زي مثلا زي ما اكيد الدركسون بتاع العربية انت بتوديها يمين وتوديها شمال، ففي زاوية للهواء انت بتمشي بيها يعني زي مثلا كده يعني. فيعني لا يعني هي كل انت مثلا ساعة ساعتين في الاول بتفهم الكايت ازاي تمشي ازاي تروح كده يعني. شكرا يا عودة، شرفتني وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا. خلونا نبتدي مع مدير بطولة كايت مانيا حسن جزارين، وهيكلمنا بقى عن كواليس البطولة، كواليس إقامة البطولة، وإيه الحاجات الصعبة اللي قابلتهم، وليه الكايت سيرفينج تحديدا هي البطولة اللي هم بينفستوا فيها أو بيحاولوا إن هم الرياضة اللي بينفستوا فيها وبيحاولوا إن هم يجروا. حسن برحب بيك في البداية. أهلا بيكي وأهلا بتنت في معانا في كايت مانيا. أهلا بيك. حسن كلمني عن ليه كايت سيرفينج، واحنا بنتكلم ان دي تاني مره تتعمل، ليه اتعملت في دهب؟ كلمنا عن كل التفاصيل بتاعه البطوله. طيب خليني اجاوب على الجزء الاولاني. ليه كايت سيرفينج؟ كايت سيرفينج رياضه جديده ورياضه حلوه قوي ومناسبه لجميع الاعمار وجميع الاحجام، من اول 8 سنين لحد 60 سنه اي حد ممكن يعمل رياضه كايت سيرفينج. ده الجزء الاولاني ليه كايت سيرفينج. الرياضه بتكبر عالميا وسبيشلي بتكبر جوه مصر. الرياضه في مصر بقى لها حوالي 7-8 سنين، اخر 4 سنين في جروس او في تضخم كبير قوي في الناس اللي بتبتدي تشترك، سواء كان ناس بروفيشنال سواء كان هواه اطفال. زي ما انت عارفه النهارده عندنا اول مره يتعمل في البطوله تحت 16 سنه، لان بقى عندنا فعلا شويه ولاد صغيرين ليهم مستقبل في الرياضه دي. واحنا كمحبين للرياضه دي حاولنا ان احنا نساعد الناس دي كلها.
ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ليه دهب؟ انا مش محتاج اتكلم طبعا عن دهب. دهب از ترافل ديستنيشن وورلد وايد طول عمرها، اتاثرت جامد قوي بالكوفيد زي ما كل المناطق السياحيه في مصر والعالم اتاثرت بالكوفيد. فمن هنا جت فكره الكايت مانيا. كايت مانيا اول بطوله، او اول خليني بقولش بطوله، انا ممكن اقول ان هو مهرجان، ان هو مش بطوله فقط، هو مهرجان زي ما انت شايفه. اول كايت مانيا كانت في الجونه في نوفمبر اللي فات، وبعد ما اتعملت والحمد لله حققت كانت سمعت كويس قوي. قلنا ايه رايك يا جماعه، طب لو كايت مانيا دي تلف المناطق السياحيه اللي في مصر عشان تحاول ان هي تقوم السياحه الداخليه اللي ليها علاقه بالرياضات المائيه والكايت سيرفنج بالتحديد. ليه اللوكال توريزم او ليه السياحه الداخليه؟ عشان هو ده اللي هيعيش الدنيا لحد ما الطيران يفتح، وكل بلد دلوقتي بتحاول ان هي جواها وجوه نفسها تقوم الدنيا. فده الاجابه للسؤال الثاني. غير كده ان دهب مميزه جدا بالهواء، الهواء في دهب موجود طول السنه، ورياضة كايت سيرفنج اي مع الهواء، لو ما فيش هواء يبقى ما فيش لعب، لو في هواء يبقى في لعب. فعشان دايما الموضوع بيبقى فيري ريسكي، ان ممكن قبل البطوله لو ما جاش هواء كل الموجود يروح. بس الحمد لله يعني زي ما انت شايفه احنا بقالنا 3 ايام في هواء جميل. ممكن ناس تبقى متضايقه ان في هواء، بس احنا كمنظمين اكتر ناس مبسوطه طبعا، وكلاعيبه كله كان حاطط ايده على قلبه، يا ترى الهواء هيجي يا ترى الهواء مش هيجي. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، في مجموعه كويسه قوي من اهل دهب البدو بتوع سينا بيلعبوا رياضه الكايت سيرفنج، هم يعتبروا جزء من المجتمع، واكل عيشهم زي ما بيقولوا منها كمان. اكل عيشهم، في منهم مدربين، في منهم لعيبه، في منهم بيلعبوا في الفن، في منهم فاتحين حاجات بتخدم الكايت سيرفنج. فدايما بيطلعوا بره دهب وبيشتركوا في البطولات، وفي منهم بيكسب بره البطوله بره دهب. فتخيلي لو انا بقول لك انا عايز اعمل عشاء عندك في البيت وعايز ان الناس مهمه، فالطبيعي انه ما دام المكان عندك في البيت او العشاء عندك في البيت او الحفله عندك في البيت انت هتديني اكتر اهتمام. فتخيلي بقى الناس دي كلها بتاعت دهب بتطلع بره بقالها سنين، اول مره نعمل بطوله او يتعمل لهم بطوله جوه بيتهم عندهم. فطبعا في باشن وفي رغبه ان البطوله دي تنجح وتسمع فوق الخيال. الصراحة الناس هنا شالتنا فوق دماغهم، مفيش أي حد قصر معانا. احنا معانا ناس من أهل دهب من الأورجنايزر تيم. الفكرة بيهايند كايت مانيا إن هي بتتحرك زي ما قلت لك في الأول على ديستنيشنز مختلفة ليها دعوة بالكايت سيرفنج، وإن كل ديستنيشن أو كل وجهة نروح لها يبقى أهل البلد هم يشتغلوا. أهل البلد بمعنى إيه؟ بمعنى الناس بتاعت الترانسبورتيشن، النقل، الناس بتاعت الفود أند بيفرج، الأكل، الناس بتاعت الفنادق، الناس النجارين اللي بيشغلوا في الخشب، كل الحاجات اللي مبنية قدامك دي من الخوص بتاع دهب والخشب بتاع دهب، يعني الطابع العام بتاع دهب موجود جوه البطولة. ده اللي هيحصل، أو ده اللي حصل في الجونة، وده اللي هيحصل لما نتجه إن شاء الله بعد الموافقات والدولة مدينا فول سبورت في الموضوع ده، إن احنا نروح شرم الشيخ، نروح للصدر، نروح مهما أي حتة هنروحها هيبقى كل بلد أو كل منطقة أنا آسف نروح لها هيبقى فيها الطابع الخاص بتاع البلد أهل نفسها. البلد هي الاخر مزلوط. حاجه عايزك تتكلم فيها او نتكلم فيها هي انه الناس اغلبها بتشوف ان الرياضه هي حاجه ترفيهيه فقط، او بيشوفوها ان هي حاجه بتفيد الجسم او منتل سبورتس يعني الرياضات الذهنيه، لكن في جزء كبير جدا وهو الاقتصاد الرياضي او السياحه الرياضيه. مظبوط. الكايت سيرفنج يمكن هي من الرياضات اللي احنا ممكن نستخدمها في النوع ده من الاقتصاد والسياحه الرياضيه، ان انت يبقى عندك بطوله بيجي لها الناس من كل انحاء العالم. ده في خطتكم وهتقدروا تعملوه ازاي؟ ايه الخطه بتاعتكم؟ زي ما انت شفتي الخطه كالاتي، ان احنا نبتدي باللوكال ماركت او بالسياحه الداخليه، لان هي دي اللي شغاله دلوقتي او اللي احنا عايزين نشغلها دلوقتي، بسبب طبعا المطارات مقفوله والاجانب خايفين ومحدش بيجي يسافر عامه. فقلنا هنبتديها لوكالي مع اهل البلد وداخليا لحد ما الطيران يفتح. ساعتها هقدر ان انا اقول يا جماعه ده في كايت مانيا 4 او كايت مانيا 5 او او او، هيبقى عملنا تسويق كويس قوي خلال الفتره اللي فاتت دي. احنا زي ما قلت لك البلان ان احنا نعمل ان شاء الله واحده في شرم، نعمل واحده في راس سدر، نعمل واحده في الجونه، نعمل واحده في السفاجه، هنلف في مصر كلها بكايت مانيا. فلما اجي افتح السياحه الخارجيه دي تمام، وابتدي اكومينيكيت الموضوع ده مع الناس بره وابعت لهم الصور و والجوائز. انا عايز اقول حاجه برده مهمه جدا، انه دي تعتبر من اكبر المهرجانات اللي ليها دعوه بالرياضات المائيه اللي فيها كاش برايز
او فيها جايزه ماليه. للاسف السبورتس او الرياضات اللي ده في العالم كله مش في مصر بس اللي زي الكوره والباسكت دي هي اللي بتبقى دايما واخده الاهتمام الاكتر والفلوس كلها رايحه الاتجاه ده. بس الحمد لله احنا زي ما قلت لك دي تعتبر اكبر وجونه كانت نفس القصه واللي جاي هنحاول نعمل نفس القصه ان يبقى في اكبر جايزه ماليه للمتسابقين اللي هيكسبوا ان شاء الله. حسن انا بشكرك وبشكرك في الحقيقه ان انت عامل حاجه تشرف اي حد مصري، لازم حتى لو مش مهتم برياضات ما هي لازم يكون مبسوط ان في حاجه زي دي بتحصل. اتمنى الحمد لله ان الناس كلها تبقى مبسوطه وان ده يبقى حاجه لاهل دهب قبل اي حد تاني خالص، لانه في الاخر احنا هنعمل بطوله وهنمشي اللي هيتبقى اهل دهب. فانا بشكرهم تاني، واحد واحد وقف معانا وساعدنا وشالنا فوق راسه عشان المنطقه دي تبتدي تتحرك تاني، لان الناس كلها عارفه ان دهب طول عمرها من اقوى المناطق السياحيه. عندك غطس، عندك كايت سيرفنج، عندك وين سيرفنج، عندك روك كلايمنج، عندك حاجات كتير قوي يعني لو قعدت تتكلم عن بكره بدون حتى رياضات هي كطبيعه كميه وشمس وجو. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ننجح وشكرا ليكم ولتغطيه الحدث وان شاء الله تبقوا معانا في اللي جاي واللي جاي واللي جاي. اكيد ان شاء الله بشكرك. ثانك يو. شكرا. واحدة من أهم الجوانب العظيمة للرياضة هو نوع السياحة الرياضية. الرياضة هي مش بس نشاط بنعمله جسدي أو نشاط منتل ذهني، لكن كمان هي في أنواع كتير من السياحة واللي أهمها السياحة الرياضية. احنا النهاردة يمكن وريناكم في حلقة النهاردة اليوم الأول لبطولة كايت مينيا اللي بتقام في مدينة دهب في جنوب سيناء، واحدة من الرياضات الهائلة جدا جدا جدا، واللي زي ما وريناكم في حلقة النهاردة قد إيه مصر بتتمتع بطبيعة بتسهل علينا إن احنا نقيم الرياضات المائية سواء كانت الكايت سيرفينج أو الدايفينج أو رياضات كتيرة جدا. دي كانت حلقتنا النهاردة في تنس بورت، استنونا في حلقة جديدة. الحلقة الجاية هنوريكم فيها باقي أيام وفعاليات البطولة.